لكن شفنا فوائد حبوب الكولاجين، كلنا بنعرف أهمية وفوائد الكولاجين للجسم. نقص الاستروجين والكولاجين هو بيسبب الترهلات الصدر، ترهلات عند المرأة دايما بتبلش من الرقبة والصدر، فالكولاجين بينفخ الوجه وبيعطي إكلا وبيعطي نضارة. لحتى ينفخ الوجه أكتر مع حبوب الكولاجين بنقدر نستخدم كريم البوتوكس. كريم البوتوكس بمنتجات سليمة رائع جدا، نستخدمه مرة كل يوم مساء، فينا نحطه باسبارتو، يعني فينا نحطه بالنهار فينا نحطه بالليل، ما في مشكلة لهيدا الكريم. بس دايما لنلاقي النتيجة أفضل نحن إذا بنحط الكريم على وجهنا بالليل، يعني بيكون واحد ريلاكس وبينام. دايما قبل الكريم فينا نستخدم سيروم، وبمنتج سليمة سيروم السكوالين كمان رح نشوف دعاية لسيروم السكوالين ورائعة جدا. سيروم السكوالين عبارة عن كبسولات، اوكي هيدا 5 كبسولات، كل كبسوله هيدا زيت كبد الحوت. الحوت اللي حوت السكوالين بيعيش بعمق 1500 متر بقعر البحر، هيدا في نسبه اكسجين عاليه بيرمم الجلد، يعني نحن الوش 7 طبقات بدنا شيء يفوت على جذور البشره. رح نتعرف بحلقات اللي جايه، اكيد كل حلقه رح ناخذ فكره عن ماسك عن منتج، في كتير اشياء طبيعيه، بس انا عم بحكي باختصار لتاخذوا فكره انه منتج سليمة منتج طبيعي، ما في شيء كيميكال، رائع جدا، من الاشياء اللي بنقدر نحضرها بالبيت، واكيد بنلاقي نتيجه مهمه وفعاله بإذن الله. شو فينا نعمل لحتى كلنا عنا وزن زايد وبدنا نضعف؟ نحن إذا كان عنا تكيس، قلنا تكيسات على المبيض، خلل بالهرمونات، الدورة بلشت بدنا شيها تقطع بكير، أو الدورة قطعت، أو عندي تلخبط بالدورة بتصير تسبب يطلع شعر بالجسم بأماكن غير مرغوب فيها، أو بصير يطلع شعر زيادة. يعني اليوم في ناس بتعمل واكس بالشهر مرة، في ناس كل شهرين مرة، فهيدا كله خلل الهرمونات. كل هاي القصص علاجة بالمكمل الغذائي مع حبوب الكولاجين. هودي اشياء لجوا، لازم ناخد فيتامينات ليعطي نضارة لوجنا، ليكون عنا طاقة، ليكون عنا قشرات، بدنا ناخد هيدي الفيتامينات الطبيعية ونكتر شرب الزهورات. وانا عديت لكم انه الشومر، اليانسون، العيزقان اللي هو الميرامية او القصعين، حبة البركة، الحلبة، عرق السوز، زهر الورد، هول الاشياء اللي بتحتوي عليهم خلطة البيكوين بمنتج سليمة، انتو فيكن تحضروها بالبيت. الحلو بمنتجات سليمة انه في اشياء انتو فيكن تعملوها بالبيت، يعني مش ضروري كل شيء نحنا ممكن انه نشتريه من منتج سليمة، بنقدر اشياء نحضرها، بس لازم نتعود دايما يضل المج بايدنا. تعودوا دايما ضلوا تشربوا اشياء، دايما نشرب شاي، نشرب مي فاترة مع الحامض، نشرب زهورات، دايما ناخد اشياء واشياء تكون طبيعية. كل ما شربنا مي اكتر، كل ما طلعت السموم من جسمنا اكتر. هيدا البول بالجسم او المي اللي عم تطلع من الجسم هي عبارة عن سموم، هي اوساخ، هي اشياء غلط بالجسم. فقدي نحنا بنشرب بروح الضغط، بخاف السكري، بخاف. كل ما كنا نحنا شربنا مي اكتر، المشاكل الصحية عنا بتصير اخف. اكيد عنا علاجات للضغط، اكيد عنا علاجات للسكري، حتى الناس اللي عندها كانسر في نظام غذائي معين كمان نحنا بناخده بإذن رب العالمين ومنستفيد بهيدي الأشياء. لح ننطر اتصالاتكم، أسئلتكم، ولحتى نشوف شو المشاكل اللي عندكم ومنحكي عنها بناء على طلبكم أكيد بكل حلقة. بالنسبة لمشاكل الديسك والصداع والروماتيزم، التكلس، خشونة الركب، يعني اليوم في عالم كتير عندها هيدي المشكلة، المادة الزيتية اللي بتجي على الغضروف هيدي مش موجودة. أول شيء قلة الحركة، لازم نمشي، الرياضة شيء كتير مهم، لازم نمشي كل يوم على القليلة نص ساعة، على القليلة نص ساعة قد ما فينا. كل ما نمشي أكتر كل ما نحنا نرتاح أكتر. ما عندك محل تمشي، مشي بأرض البيت، مشي على البلكون، مشي بالكريدور، مش شرط إنه نحنا نروح الجيم أو نظهر من البيت لحتى نمشي،
بس دايما الحركة، الحركة هي اللي بتخلي هالمادة الزيتية تجي على المفاصل وخصوصا بالركب. بمنتجاتنا وأكيد هلأ بنشوف ريبورت سوري لزيت الألام وكريم الألام. زيت الألام هو عبارة عن زيت نعنع، زيت قرفة، زيت قرنفل، زيت الكافور، زيت حبة البركة، الزيوت الحامية اللي بتشد العصب وبتسكن الألم. هيدي الزيوت نقدر ندهن منها مع كريم شمع العسل، منشوفهم بهيدا الريبورت. يستعمل زيت الألم من منتجات سليمة لعلاج أوجاع الظهر، ألم الرقبة والديسك، ولاحتوائه على زيت النعنع وزيت الكافور وغيرهم، ولأنهم زيوت حامية بيسكنوا الوجع وبيشدوا العصب، وهيك منودع أوجاع المفاصل والروماتيزم. إن شاء الله يكون نال إعجابكم. كتير ناس بتعاني من مشاكل وجع الظهر، يعني على صحة سلامة زيت الألام هو صيدلية بالبيت، نقدر نحنا نستخدم هيدا الزيت لكل الأوجاع، واللي نحنا لازم ناخده لما يبقى عنا مشاكل بوجع الظهر أو عنا تكلس أو عنا ديسك أو عنا روماتيزم، ناكل كتير سردين، كتير الأشياء اللي فيها أوميجا 3، الفيتامينات اللي فيها أوميجا 3 كمان بمنتج سليمة داخل أوميجا 3 موجود. الخلطة الخاصة للنساء، في مثلها خلطة خاصة للرجال رح نحكي عنها تباعا كمان، هيدا للي عندهم أوجاع بالعظم بتفيدهم هيدي الخلطة الفيتامينات. فينا ناكل بذر الرشاد، كلنا منعرف الرشاد شو هو. بذر الرشاد إذا نحن طحناه بودرة وأخذنا ملعقة صغيرة منه كل يوم، ممكن نخدها هيك، ممكن ندوبها بماء، ممكن نكلها مع اللبن مع الزبادي أو الروب، يعني هيدا كتير كمان مهم وكتير بفيد بإذن الله. لكن لأوجاع المفاصل هيدا الأكل رائع جدا، ومنستخدم زيت الألام وكريم الألام. العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، والدين إثنان، نور بالقلب ووعي بالعقل، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. مين اللي عم يصبر ونيال اللي عم يشكر؟ قد ما فينا نحمد ونشكر رب العالمين على كل شيء وهبنا إياه وعطانا إياه. الله سبحانه وتعالى ما بيعطينا كل شيء بالحياة، نحن أحلى من ناس كتير وناس كتير أحلى منا. كيف فينا نحمد ربنا؟ نحن أنت إذا أنت هلأ بقلك أنا شكري ربك، شو بتقولي هيك شكرا يا ربنا؟ لا، نحمد ربنا من خلال أعمالنا، من خلال ابتسامتنا، من خلال حالة الفرح اللي نحن فيها. الحمد والشكر من أجمل، مع كل نفس ونحن عم نتنفس ونقول الحمد لله الحمد لله، منفتح عيوننا منقول الحمد لله، الحمد لله أشعت، الحمد لله سمعت، الحمد لله عم بمشي، الحمد لله عم باكل. على كل شغلة دايما نقول وإنما بالحمد تدوم النعم. كل ما شكرنا ربنا أكتر، كل ما كانت عنا سعادة بداخلنا أكتر، كل ما ارتاحت نفسيتنا أكتر. الدعاء والصلاة والقرب لربنا، هي الصلاة هي مجلبة للرزق، هي مفرحة للقلب، شارحة للصدر، يعني بتعطينا طاقة ونضارة. الصلاة كتير مهم والأدعية كتير مهم من قلبنا، من قلبنا، مش واجب، مش كتاب نحن عم نقرأ، مش استظهار نحن عم نسمعه. فاليوم نضارة وجهك، اليوم طاقتك هي بابتسامتك، اليوم نضارتك وطاقتك وحيويتك ورشاقتك والطاقة الإيجابية اللي عندك هي نابعة من جوا، ليس الجمال جمال الوجه، إنما النور الذي يشع من القلب. ليشع وجهك جمال وليشرق وليبرق. أكيد بمنتجات سليمة في كتير قصص نحن أخذنا واستخدمنا وشفنا فوائد حبوب الكولاجين. هلأ إذا بنعرف قديش في أشياء لليل، عرفنا كريم البوتوكس كرمال ينفخ الوجه وينفخ الخدود، كريم الذهب، كريم الذهب بمنتجات سليمة. هلأ منشوف ريبورت لكريم الذهب، من الأشياء المهمة ورائعة، بيعطي إكلاء، بشد للتجاعيد، كتير رائع وكتير مهم. كان يستخدم كريم الذهب بالطب القديم لمعالجة تقرحات البشرة والتجاعيد وغيرها من المشاكل الجلدية. وكريم الذهب من منتجات سليمة بيحتوي على الفيتامين إيه، بيقضي على التجاعيد نهائياً خلال فترة قصيرة، بنشط وبرمم الخلايا، بشد الجلد وبيساعد على تبييض البشرة. لما نستخدم كريم الذهب كل يوم مساءً بيعطينا بشرة لامعة ومفعمة بالحيوية من أول استعمال.
كمان كريم الكولاجين. كريم الكولاجين استخدامه بالليل هيدا نايت كريم يعني مش داي كريم، أكيد في كريمات للحماية ولنهار. كريم الكولاجين كمان للتجاعيد وللنضارة وبيجدد الخلايا. وأي كريم بدنا نستخدمه دايما مندهن من تحت، دايما مندلك لو كل يوم كل يوم ندلك وجهنا وندلك جلدة البشرة 3 دقايق 4 دقايق، هيدا الشيء كتير منيح وكتير بفيد بإذن رب العالمين. يعني إذا بدكم مثل ما بقول دايما طب الأعشاب بحر من الأسرار، والغذاء الصحي أبدا ما في منه أضرار. تابعوا دايما البرنامج مع سليمة وخدوا منا أحلى الأفكار، في كتير أخبار، في كتير أسرار، في كتير قصص لح نحكيها أكيد بحلقات تانية وتباعاً، ولح نطل عليكم مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع. لح ننطر اتصالاتكم وتعليقاتكم بهيدي الحلقة. تعرفنا عليكم، عرفناكم باختصار على سليمة وعلى منتج سليمة، ونحن بانتظار ردكم بإذن رب العالمين. وقتنا لهون انتهى، أكيد منشوفكن بحلقة جديدة وبإطلالة جديدة. إلى اللقاء.